السلام عليكم متابعي عشاق الخياطه والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم عندكم فكره جديده لمشروع رائع وسهل، بما ان كيعجبكم حال هاد المشاريع المصغره فانا جبت لكم فكره رائعه غادي تعجبكم، واللي هي موديل جديد من هادوك الانواع ديال البندانات اللي موالفه كندير لكم. هذا موديل جديد يعني مازال ما معروفش بزاف يعني في المواقع التواصل. اذا هنا غادي نحتاجوا التوب. بالنسبه للتوب شنو غادي ديروا؟ دائما كنقول لكم هاد البندانات ديروهم يا اما بالساتان اولا بالقطيفه، وممكن انكم ديروه بداك التوب اللي لامع يعني ديال بحال ديال الموزونه، او كاين التوب اللي كيكون لامع ديال البروكار يعني لامع هو ماشي ما فيهش الموزونه، هذا كيجي به رائع. المهم انا كاع الموديلات اللي في هاد الباندا غادي نخلي لكم هنا في الصور تشوفوهم باش تاخذوا هكذا فكره. وغادي تحتاجوا لهنا لهاد الحجيرات هادو يعني ديال العقيقات ديال الجوهر، يا اما هادوك المكركبين يا اما هادو اللي تيكونوا نص حبه كيكونوا مقسومه، المهم اللي متوفر ممكن انكم ما ديروهمش كاع بهاد العقيق كي كنقول لكم. المهم نعطيكم القياسات ديال هاد الباندا ديال هاد، كاينين ثلاثه القطع. قطعه هذه اللي كبيره هي اللي كتكون فوقانيه وهي اللي كتكون يعني مزوقه، وكاينه القطعه هذه هي اللي غتكون السفليه، وكاينه هاد القطعه الصغيره ديال الخيط المطاطي، وكاين حتى القطعه ديال اللواط غنجيبها لكم دابا تشوفوها. اذا هاد القطعه الكبيره هذه ها هي شحال في الطول ديالها، كديروا في الطول ديالها هنا التوب متني على اثنان، الطول ديالها 36 اللي هي يعني مفتوحه اللي هي 72، يعني الطول ديالها 72 وعرضها كديروا 16 سنتيم. وهاد القطعه الصغيره هذه هاد المتوسطه غادي ديروا الطول ديالها 44 بالبا، وهاد القطعه الصغيره اللي الطول ديالها 44 على 12 سنتيم، والقطعه الصغيره كاع غادي ديروها الطول ديالها هو الضعف ديال الخيط المطاطي. مثلا الخيط المطاطي عندنا هنا فيه 14 سنتيم، غادي ديروا فيها 28، والعرض ديالها هو العرض ديال الخيط المطاطي على حسب. عندي انا في الخيط المطاطي هنايا العرض ديالو 2 سنتيم، درت في الطول ديالها 6 ونصف، في العرض ديالها 6 ونصف سنتيم. وهنا عندنا هاد لاواط هذا اللي خدمت لكم به المره الاخرى في داك الفكره اللي شاركت معكم، الطول ديالو قد الطول ديال هاد القطعه المتوسطه لانه غيكون في هاد القطعه المتوسطه، والعرض ديالو هو النصف ديال هاد مثلا هاد القطعه هذه العرض ديالها 12 سنتيم، هنا كنحاولوا نديروا فيها حنا دايرين فيها 4 سنتيم. علاش؟ لان لاواط غليظ، ها انتما كتشوفوا ملي غنتنيوها وندخلوها غادي تجينا هي هذيك بحال هكا. دابا غناخذوا هاد القطعه هذه الكبيره اللي قلت لكم ها هي، سمحوا لي الكاميرا، وغادي نجيبوا هاد الحجيرات هادو غادي نحاولوا نثبتوهم هنا بشكل عشوائي بحال هكا، نحاولوا نجيبوهم في المنتصف لان هاد الخياطه اللي غتكون في هاد القطعه هذه غادي تجينا من الداخل، يعني حاولوا نجيبوهم في الوسط بحال هكا وغير من الفوق في الوسط بالنسبه للعرض وبالنسبه كذلك للطول، يعني تحاولوا تجيبوهم هنايا بحال هكا. غادي نثبتهم بالخيط والابره، المهم راكم عارفين الطريقه ديال التثبيت ديالهم، كتخيطوا بحال هكا هانتوما كيف شفتم. بعد ما قطعت هاد الحجيرات هادو حاولت نجيبهم الوسط كي قلت لكم، لا بالنسبه من العرض ولا بالنسبه من الطول، لان هاد القطعه هادي غادي تجي مكمشه كيف ما شفتوا. صافي دابا غادي ناخذ هاد القطعه هادي وغادي نتنيها على اثنان وغادي نخيطها غير من هنايا، ما غنخيطهاش من الجوانب. وكذلك هاد القطعه المتوسطه حتى هي غادي نطويها على اثنان وغادي نخيطها من هنايا، وكذلك هاد القطعه الصغيره حتى هي غادي نتنيها على اثنان وغادي نخيطها. هنا كي كتشوفوا من بعد ما خيطت القطع، هنا هاد القطعه الصغيره ديال الخيط المطاطي خيطتها وقلبتها ودخلت الخيط المطاطي فيها وثبتته من هنا من الجوانب باش يسهل عليا انني نركبوها. هانتوما داكشي علاش كنديروا التوب واسع اكبر من كبر من الخيط المطاطي باش ملي كيتلبس كيتجبد كيعطينا يعني الطوع. صافي هنا هاد القطع غادي نقلبهم بحال هكا، هادي القطعه المتوسطه هي اللي غادي نديرو فيها داك لاواط، وهاد القطعه هادي اللي فيها داك الحجيرات هي اللي غادي تكون الفوق، هي اللي غادي تكون يعني مزينه لينا هاد الباندا هادي. المهم انا غادي نقلبهم وغادي نكمل معكم الطريقه. هنا من بعد ما قلبت هاد القطع هادو هاد القطعة المتوسطة غنجيب لاواط وغادي ندخلو فيها، كندير الخيط الفنيتة في هاد لاواط هذا باش سهل عليا أنني ندخلو، كنجيبو هاد الخياطة في الوسط هادي ها هي بحال هكا أولا حددوها نتوما اللي بغيتو،
وكنبقى ندخل غير بشويه بلا ما تجبدوا لان لاواط دغيا كيتقطع. بزاف البنات اللي داروا داك الفكره داك المشروع اللي قبل وبزاف صراحه الله شكروه ونجح معاهم ديال داك الموديل ديال الضفيره اللي حتى هو فيه لاواط ولكن داروه بالقطن. كاين اللي ما صدق لهمش بالقطن يعني القطن كي ما كيجيش ماشي بحال لاواط. لاواط قطعه واحده كيجي احسن. صافي غادي ندخلو هنا كيشتو لاواط واخا كديروا القياس ديالكم نفس القياس ديال البنطا ملي كتدخلوه كيبقى يتمدد وكيجي كبير شي شويه. الا جاتكم شي زياده نقصوا فيها. انا غادي نقطع هاد الزياده هذه اللي جات لي هنايا. صافي دابا غادي ناخذ هاد القطعه اللي درت فيها لاواط ها هي وغادي نحاول ندخلها في هاد القطعه الكبيره. صافي كتجينا بحال هكا. غادي ناخذو هنايا هاد القطعه الفوقانيه غادي نتنيو سنتيم للداخل بحال هكا باش نفينيو الخياطه بحال هاد الشكل هذا. وغادي نجيبو هاد القطعه هادي الخياطه تكون مع الخياطه وغادي نحطوها هنايا نحاولو نشدو هذاك القطعه اللي فيها لاواط بحال هكا نحطوها في الوسط. وهذا الشيء هاد الزياده اللي بقات لينا هنايا ديال هاد القطعه غادي نتنيوها للداخل فين كاينه الخياطه ماشي فين كاين الوجه ديال الباندا بحال هكا وبهذا الشكل كذلك. وغادي نخيطو من هنايا انا غادي نحاول نشدها نفس الشيء غادي نديرو للجهه الاخرى حتى هي ها هي. غناخذوا هذه القطعه هذه الفوقانيه بحال هكا كي قلت لكم الخياطه مع الخياطه وغادي نحطوها هنايا. والقطعه الفوقانيه غادي نتنيو كي قلت لكم سنتيم للداخل بحال كما درنا الجهه الاخرى كما درنا لهذه كيف ما شرحت لكم. وهذا هو الشكل النهائي البنات بعد ما خيطنا كي قلت لكم الباندا من هنا من الجوانب. شوفوا كيفاش تجي الخياطه نقيه ها نتوما كتجيش باينه كاع الخياطه كيجي الشكل ديالها بحال هكا. انا غادي نخلي لكم ولا خليت لكم غنكون خليت لكم الصور كيفاش كيجيو ملبوسين. وهنا بالنسبه للبنات هذه القطعه الفوقانيه اللي كتجي فيها الكشكشه قلت لكم ديروا فيها 72 سنتيم في العرض في الطول عفوا من الاحسن زيدوا داك 8 سنتيم وديروا 80 في الطول باش كتجي لكم كشكشه كثيفه كتجي كثيره بزاف كتجي الشكل ديالها زويون. كيشتو هاد الحجيرات ها هما كيجيو هنايا زويونين. بالنسبه الى درتو لون واحد الساتان ممكن تزينوهم بهاد الحجيرات هادو كيجي الشكل ديالهم رائع. وكي قلت لكم بالساتان وبالثوب ديال البروكر وبالقطيفه الثوب ديالو مغليض يعني كيجي. انا درتو هنا بدا الثوب ديال هذا ديال سميتو نسيت عليه اللي كنخدموا به المهم يعني ديال الكمامات ما عقلتش علاش كتلف لي سميتو. درتو به يعني جاي خفيف ما جايش ما كاين واخا داك واضح. نتوما ديروه بداك الساتان كي قلت لكم الغليظ وداك البروكار اللامع وداك ديال الموزونه وديال القطيفه كيجي حتى في المنظر كيجوز زويونين. غتكونوا شفتوا الصور كيفاش كيجي الشكل ديالهم. بالنسبه للثمن ديال البيع فهما البنات راهم مطلوبين الثمن ديالهم غالي كيف قلت لكم يعني كيتباعوا من 40 درهم الفوق كيتباعوا في الانستغرام شفتهم الثمن ديالهم حتى 60 درهم. اوكي قلت لكم يعني نتوما عارفين الثوب متر كيخرج لكم جوج حتى لثلاثه د الموديلات يعني راه فكره زوينه ومشروع مربح. غير كي قلت لكم دائما خدموا خدمه نقيه وديروا لومبالاج كيف ما وريتكم. غنحاول نخلي لكم الصوره الا كانت باقا عندي ديال الاخت اللي خدمات الموديلات الموديل ديال الضفيره ودارته في بلاستيكات داك البلاستيكات ديال البيع جا الشكل ديالهم رائع يعني هكاك غادي تمشى لكم الا عطيتوهم للمحلات ماشي بحال ملي كتديهم بحال هكا فما ما تيحمسهمش انهم ياخذوهم من عندكم. كان هذا هو الفيديو اليوم. نتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف. في امان الله ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.